السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس النحو. درس النهاردة بعنوان النعت. درس النعت يا مستر أخذت جزء منه في الصف السادس الابتدائي. درس النعت وهو أحد التوابع، أي يأخذ إعراب ما قبله، حالته الإعرابية سواء كان منصوب أو كان مرفوع أو كان مجرور. أخذت في الصف السادس الابتدائي النعت المفرد، كلمة بتأتي لتصف ما قبلها بشروط محددة. السنة دي إن شاء الله هناخد كل أنواع النعت بأنواعه الثلاثة: النعت المفرد، نعت شبه جملة، نعت الجملة سواء كانت الجملة الإسمية أم الجملة الفعلية. هتعرف إيه الشروط اللي تلزم أن يأتي فيها النعت. إمتى مستر أقول على الشبه جملة ديت اللي هي شبه جملة نعت، أو الجملة ديت أقول عليها جملة نعت؟ امتى اعربها مرفوعه؟ امتى اقول في محل نصب؟ امتى اقول في محل جر؟ كل دوت هنقوله امثلته وشرحه واسئله عليه، هيبقى ان شاء الله معانا دلوقتي، فتابعونا. يا مستر، زي ما قلنا النعت هو تابع بيذكر لبيان صفه المتبوع. المتبوع ده يا مستر اللي بنسميه المنعوت. تابع يعني يقصد ان يتبعه في حالته الاعرابيه. الحاله الاعرابيه بنتكلم في رفع نصب جر. المتبوع اللي هو النعت اي ما يسبق النعت. مثال عندي: نعت بيطابق المنعوت في اربع حاجات: واحد العدد سواء كان مفرد او مثنى او جمع، الإعراب حالته الإعرابية لسه قايلين الرفع النصب الجر، تلاتة النوع من حيث مذكر أو مؤنث، التعريف والتنكير. بس خلينا نقف هنا في نقطة. احنا يا مصر أهم حاجة عندنا في النقطتين دول النقطة دي يا مصر. لازم النعت المفرد طبعا بيبقى يا مستر يوافق ما قبله في أمر التذكير والتأنيث. يعني يا مستر لو أنا عندي هنا نعت وعندي هنا يا مستر منعوت، لازم الاتنين يكونوا متوافقين في أمر التعريف والتنكير. انت لما نيجي نشرح دلوقتي النعت المفرد هتلاقي ان موضوع العدد ده في بعض الجمل ممكن اللي أنا أتغاضى عنه. الإعراب طبعا مش هنتغاضى عنه، ولكن هو طبيعة الحال النعت بيأخذ إعراب ما قبله، لكن برضو موضوع النوع المذكر والمؤنث برضو مش أساسي. أنا اللي أنا بدور عليه في الجملة هو إيه يا مستر؟ التعريف والتنكير. لكن طبعا الأمر ده إحنا هنشرحه بالأكتر في النعت المفرد. أمثلة على النعت: أما أقول لك أحمد تلميذ النشيط، أحمد تلميذ النشيط، تلميذ نكرة، نشيط نكرة. خد بالك إن الكلمة التانية بتصف الكلمة الأولى، وده الشرط الأساسي في النعت. دايما افتكر كده في الامتحان، أنا دلوقتي عاوز أطلع نعت، أعمل إيه؟ نعت مفرد، ألاقي كلمتين نكرة نكرة، معرفة معرفة، أو نكرة نكرة أو معرفة معرفة يا مستر. بس بالشرط الأهم إن الكلمة التانية تصف الكلمة الأولانية. فمثلا ما ينفعش أقول مثلا كتب الولد الدرس وهم قايل الدرس، دي نعت الكلمة الولد. غلط يا مستر. طب ما انت قايل لي دي معرفة ودي معرفة، فين الشرط التاني؟ الشرط التاني الوصف، فين ان الكلمة التانية بتصف الكلمة الاولانية؟ مفيش وصف، يبقى ده يا مستر مش نعت. التلميذان المجتهدان محبوبان، معرفة قبل منها معرفة، التانية بتصف الاولانية، نعت. ولو خدت بالك هي تتبعها في الاعراب. ازاي يا مستر؟ مجتهدان مرفوعة بالألف، مثنى مرفوعة بالألف، كذلك التلميذان اللي قبل منها مرفوعة بالألف. شاهدت الأشجار الجميلة، ده اللي أنا كنت بتكلم فيه، إن ممكن يبقى المنعوت جمع والنعت مفرد. ممكن اللي احنا نتغاضى عن الشرط ده، بس اللي أنا ما أقدرش أتغاضى عنه الشرطين الأساسيين اللي قلتهم دلوقتي، وهي إن كلمة الأشجار معرفة والجميلة معرفة، فبالتالي التانية بتصف الأولانية على طول، وأنا مغمض دوت نعت ياخد إعراب ما قبله، مفعول به منصوب بالفتحة، نعت منصوب بالفتحة.
عراقة الماضي في مصر الحضارة. مصر الحضارة يا مستر معرف. معرف بإيه؟ معرف في إن دوت يا مستر علم. يا مستر معرف بالألف واللام، بصف مصر بإن هي أرض للحضارة على طول دوت نعت مجرور عشان قبل منه اسم مجرور. بينقسم الحال إلى ثلاثة أنواع. أول نوع يا مصر عندنا هو النعت المفرد، بيتبعه النعت الجملة، بيتبعه النعت شبه الجملة. شفت أنت المنظر ده يا مستر قبل كده؟ أيوه شفته قبل كده في أنواع الخبر. أيوه أنواع الخبر اللي أنت أخدتها في سنة ستة ابتدائي وأخدتها في أولى إعدادي كانت برضو خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة، وإن الخبر الجملة بيتكون من خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية. أيوة أنت شفت الكلام ده قبل كده، وده اللي أنت هتلاقيه بينطبق على أنواع الخبر وبينطبق على أنواع النعت. إن شاء الله الدرس اللي هناخده في الأيام القادمة درس الحال، برضه هيبقى بيتكون من حال مفرد وجملة وشبه جملة. تعالى بقى باستفاضة كده وشرح كده مطول شوية على النعت المفرد. قال لك النعت المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. يعني يا مستر ايه؟ كلمة واحدة. أول لما أقول كلمة واحدة يعني نعت مفرد على طول، وافتكر الكلمة دي دايما لأن هنسألك فيه. النعت المفرد بيبقى عبارة عن ايه؟ تقول لي كلمة واحدة. طب استخرج النعت المفرد ازاي من قطعة النحو اللي قدامي؟ قال لك رقم واحد ان يكون عندي اسم نكره وبعمل منه اسم نكر، لان لسه قايلها. طبعا النكره الثانيه بتعرف نعت مفرد. شايف الشرط ده؟ الشرط ده مهم جدا جدا جدا، وهو ان الكلمه الثانيه لازم تصف الكلمه الاولى، من غيرها ما يبقاش الجمله ما يبقاش الكلمه نعت. زي ما انا قلت مثلا كتب الولد الدرس في المثال السابق، كتب الولد الدرس. لو انا قلت لك كتب ولد درس يا مستر، درس هنا درسا، ودرسا هنا نكره وولد معرفه، لكن دي يا مستر تعرف مفعول به ما تعربش نعت، لان ما فيش فيها شرط الوصف. هذا تلميذ مجتهد. ها نكره نكره تانية بتصف الاولانيه على طول نعت، وهنلاقي دوت نعت مرفوع. شاهدت منزلا كبيرا، نكرة نكرة بصف المنزل بأنه كبير، مفعول به منصوب بالفتحة، نعت منصوب بالفتحة. مررت بسيارة جميلة، بسيارة جر ومجرور، نكرة جميلة نكرة يا مستر نعت، لأنها بتصف الكلمة الأولى. ملحوظة، خد بالك كده، بيقول لك إن لم تصف الكلمة الثانية الكلمة الأولى أعربت الكلمة الثانية مضاف إليه. يعني بص على المثال دوت، استمعت إلى نصيحة معلم. سؤال، دي نكرة يا مستر ودي نكرة، هل أنا بصف إن النصيحة دي اللي المعلم إن هو نصيحة؟ مفيش، ما ينفعش، مش وصف. زي مثلا أقول لك مثلا مصر الجميلة كده، أنا هنا بصف مصر بإن هي جميلة، أنا مش بصف هنا النصيحة بإن هي معلم يا مستر. معلم دي مش وصف لكلمة النصيحة. قال لك في الحالة دي نعربها مضاف إليه. طبعا دي مهمة جدا عشان دي بتفرق بين ولد متميز متفوق فاهم وبين ولد تاني مش فاهم هو بيعمل إيه. يا مستر اسم المعرفة زائد اسم معرفة بتعرب المعرفة الثانية نعت مفرد، بس بشرط إيه يا مستر؟ الوصف اللي أنا لسه قايل عليه. مثال التلميذ المجتهد، يا مستر معرفة معرفة، التانية بتصف الأولانية على طول دوت مبتدأ مرفوع فدوت نعت مرفوع. كذلك لو أنا يا مستر عندي كلمة علم، يا مستر يعني كلمة علم؟ كلمة علم يعني اسم شخص، اسم بلد، اسم مدينة. يا مستر كل الكلمات ديت اسم علم، كلمة الله كلمة علم. يا مستر لو جالك كلمة علم وبعد منها كلمة معرفة بألف ولام يا مستر تعرب نعت مفرد. مصر العزيزة معرفة بإن هي علم، يا مستر بعد منها كلمة بها ألف ولام معرفة بأل
والتانية بتصف الأولانية، فهذا نعت مفرد. أحمد اسم شخص، زكي معرفة بألف ولام، بصف أحمد بأنه هو زكي يا مستر، دوت نعت. كذلك لو أنا عندي معرفة بالإضافة وبعد منها كلمة معرفة بأل، فالكلمة التانية تعرب نعت مفرد. بص على المثال ده، وطني الكبير. عندنا عندنا في أنواع المعرفة لو عندك ضمير متصل باسم فالاسم ده تحول من نكرة المعرفة. لو عندي اسم مضاف إليه ضمير متصل فهذا اسم معرفة، وبما إن معرفة جاي بعد منها معرفة والتانية بتصف الأولانية فهذا نعت مفرد وياخد إعراب ما قبله مرفوع بالضمة. أجدادنا العظماء، أجدادنا اسم مضاف عليه ضمير متصل بعد منه اسم معرف ب ال، يا مصر الكلمة التانية بتصف الكلمة الأولانية نعت مرفوع بالضمة جمع تكسير. تراثهم اسم مضاف إليه ضمير متصل فهو معرفة جاي بعد منه اسم فيه ألف ولام بصف التراث بأنه حضاري يا مصر، فهذا نعت مجرور بالكسرة. ليه يا مصر نعت مجرور بالكسرة؟ لأن تسجيل نكرة تراثهم معرفة، فهذه مضاف إليه مجرور بالكسرة فهذا نعت مجرور بالكسرة. كذلك من النعت المفرد الاسم المعرف بالألف واللام، وركز بقى على المثال دوت عشان يا مستر دوت بيجي في الامتحان وأولاد كتير ما بياخدوش بالهم منه. اسم المعرف بأل وجاي بعد منه اسم موصول أو اسم إشارة، احنا بنعتبر الاسم الموصول أو اسم الإشارة ده نعت يا مصر ونوعه في النعت المفرد. لما أقول الوسائل التي اعتمدت عليها مصر في التخطيط كثيرة، أنا هنا بتكلم على الوسائل وهبدأ أتكلم على وصفها بكلمة التي، فأنا بعتبر أن كلمة التي ديت معرفة. تعرف إزاي أن أن إيه اسم موصول أو اسم إشارة دوت نعت يا مصر؟ هات بص على اللي قبل منه كده هتلاقيه معرف، فلو أنا عندي معرف بقال وجايب منه اسم إشارة أو اسم موصول فده يا مصر نعت مفرد. الطالب هذا مؤدب، طالب مبتدأ، مؤدب خبر يا مستر، لكن عندي معرفة بأل جايب عنه اسم إشارة فهذا على طول نعت مفرد. لو أنت عندك حرف نداء وبعده اسم إشارة، اسم معرف بأل إحنا بنعتبر دوت نعت مفرد. ديني مثال، يا هذا التلميذ كن قدوة لغيرك. يا مستر شايف الألف واللام دي؟ جعلته معرفة، وأصل اسم الإشارة معرفة، فإحنا بنعتبر دوت إن دوت نعت. طبعا إنت إن شاء الله هتاخد فيه سنة تالتة إعدادي، إمتى لما يجي اسم إشارة وجاي بعد منه معرف يا إما هيعرب إن هو نعت وهنعربه في بعض الأحيان حاجة جديدة عليك إن شاء الله هتاخدها اسمها بدل، هتفهم درس البدل وتعرف إمتى نعربه نعت وإمتى نعربه بدل. يا مستر كذلك المستر الاسم المعرب بأل الواقع بعد أيها وأيتها بيعرب نعت مرفوع. ركز لأن دي مهم جدا جدا يا مستر، لأنها بتيجي كتير قوي في الامتحان. لو أنت عندك جملة مبتدئة بأيها وأنت مغمض اللي بعد أيها لو في ألف ولام فيا مستر ده بيبقى نعت، خد بالك، ونعت مرفوع، نعت ومرفوع، مش نعت بس وتبدأ بقى اللي انت تدور على حالته ايه، لا هو نعت مرفوع ولانه هنا جمع مذكر سالم فهو مرفوع بالواو. يا ايها الفتاة تحجبي، ايتها جاي بعد منها الف ولام على طول فهذا نعت مرفوع. لو انت عندك كلمة ابن وجاءت بين علمين اللي هي الاسمين يعني، فدي احنا بنعتبرها نعت. اديني مثال يا مصر، اشتهر عمر بن الخطاب بالفاروق. كلمة ابن طبعا لما بتوضع بين علمين بتعزف منها الألف، ألف الوصل يا مصر، فعندي اسمين وبينهم ابن، أعرب ابن إيه؟ قال لك تعرب نعت يا مصر ونعت مفرد. طبعا بتاخد إعراب ما قبلها، من اللي اشتهر عمر نائب فاعل يا مصر، نائب فاعل مرفوع. ابن هتبقى نعت مرفوعة يا مصر زي كلمة عمر في حالتها.
تعال على شكل الجملة الاسمية اللي بنعربها نعت جملة. يا مستر، ازاي استخرج نعت جملة اسمية من قطعة النحو اللي قدامي؟ اول حاجة، لو انت عندك اسم بيه ضمير وجاي بعد منه اسم او فعل بيكمل الجملة ديت، فده بالنسبة لي نعت جملة اسمية. مدرسة عبد المنعم واصل مدرسة شأنها كبير. تعال على الاسم النكرة ده كده، مدرسة، هتاخد بالك اللي جاي بعد منه جملة اسمية بها ضمير، اسم في ضمير جاي بعد منه اسمه بيكمل معناه، شأنها كبير، النعت الجملة الاسمية المشهورة في الخبر، الجملة الاسمية اللي كنت بتاخده في سنة ستة ابتدائي وأولى إعدادي. جملة اسمية جاي بعد منها نكرة، ودي المهم يا مستر، فنكرة جاي بعد منها جملة اسمية، فديت على طول نعت جملة اسمية. نعت جملة اسمية يا مستر، خد بالك من نقطة، يسبقها نكرة، وهي دي أهم حاجة عندي، إن نعت الجملة الاسمية يسبق نكرة. مررت بحديقة ثمارها كثيرة، حديقة نكرة جاي بعد منها اسم به ضمير، جاي بعد منه اسم بيكمل معنى الجملة يا مصر، وقبل منهم نكرة، فهذا نعت جملة اسمية. لو انت خدت بالك ان نعت الجملة الاسمية في الحالة ديت بيبقى وصف الجزء في المنعوت. انا هنا بصف جزء من المدرسة ان هي شأنها كبير، ممكن اصف جزء من المدرسة، انا اقول مثلا طلابها متفوقون، ممكن اقول مثلا سورها عالي، ممكن اقول مدرسة فصولها كبيرة. جميل، هنا الحديقة وصفت جزء بس في الحديقة، اللي انا قلت ثمارها كثيرة، ممكن اصف جزء في الحديقة، انا اقول حديقة مثلا شكلها رائع. يبقى نعت الجملة الاسمية في الحالة دي بيبقى وصف لجزء في المنعوت. رقم 2، من الحالات اللي بيجي فيها النعت الجملة الاسمية في القطعة ان يجي لك ضمير منفصل جاي بعد منه اسم او فعل. مستر، ضمائر منفصلة، ضمائر متكلم انا نحن، ضمائر مخاطب انت انت، ضمائر منفصل هو هي. لو جالك ضمير منفصل وجي بعد منه اسم او فعل، فانا بعتبر ان الجملة ديت لو يسبقها نكرة فهي على طول نعت جملة. مثال، اطفالا نكرة، شاهدت اطفالا نكرة، جاي بعد منها ضمير منفصل، الضمير المنفصل ده جاي بعد منه اسم، يعني يا مستر دي جملة اسمية، الجملة الاسمية دي بيسبقها ايه؟ نكرة، يبقى على طول دي يا مستر نعت جملة اسمية. يبقى تاني عندي اسم نكرة، اسم النكرة دوت بيتبعه بعده ضمير منفصل، والضمير المنفصل ده يا مصر في شيء بيكمله اسم او فعل، فالجملة الاسمية المكونة من الضمير وما بعدها على طول نعت جملة اسمية في حالة سبقها نكرة. النعت الجملة، لازلنا في النعت الجملة، وتعالى على النعت الجملة الفعلية. النعت الجملة الفعلية بيتكون كجملة فعلية عادية خالص من فعل وفاعل، ولابد أن يشمل على ضمير مثل الجملة الإسمية بالضبط، بيعود على المنعوت وبيطابقه في العدد والنوع. في مصر قال أخلصوا لله ثم الوطن، فعل أساس الجملة الفعلية، أدي الضمير اللي بيعود على النكرة اللي قبل منه النكرة، قلت لازم عشان أطلع النعت الجملة لازم يسبقه نكرة. دايما نقول كده، النعت الجملة يجب أن يسبقه نكرة، دور في الجملة على نكرة وشوف بعد كده اللي جاي بعد منها نكرة وجاي بعد منها فعل يا مستر، فانا اعتبر دوت نعت جملة فعلية. اشكر عاملا يقوم بالواجب، يا مستر عاملا نكرة جاي بعد منه فعل، فدوت نعت جملة فعلية. فين يا مستر هنا الضمير اللي بيعود على كلمة عامل؟ يا مستر الضمير المستتر هو اللي بيعود على عامل، فهو دوت الضمير اللي بيصل الجملة. تعالى على النعت شبه الجملة، وهذا من أسهل أنواع النعت يا مصر، واللي هو دايما بيتكون زي أنواع النعت، زي أنواع خبر شبه الجملة، من جار ومجرور والظرف اللي بيتبعه مضاف إليه. ودوت يا مصر بيبقى دايما قبل منه نكرة، لكن لا أحتاج فيه ولا يأتي فيه ضمير بيربط المنعوت بما بعده. يا مصر رأيت هلالا بين السحاب، الأساس عندي النكرة اهي، وجاي بعد منها الظرف، وجاي بعد منه المضاف إليه، فأنا بقول على شبه الجملة ده يا مصر نعت شبه جملة سبقه نكرة. دايما نأكد عليك النكرة مهم جدا قبل النعت الجملة وقبل النعت الشبه جملة.
استمعت إلى خطيب في الحفلة، خطيب بقى نكرة جاي بعد منه جر ومجرور شبه جملة، فده يا مستر نعت شبه جملة يسبقه نكرة. النعت شبه جملة ازاي نستخرجه من قطعة النحو اللي قدامي؟ اول حاجة زي ما قلنا بنبحث عن اسم نكرة، والاسم النكرة ديت بيأتي بعدها اللي هنقول عليه. اسم نكرة الاساس يأتي بعد منها اللي هنقول عليه دلوقتي. واحد، ظرف زائد مضاف اليه اللي هو اللي احنا بنسميه شبه الجملة، ده يا مستر هيبقى نعت على طول. وقف عصفور نكرة اساس وجاي بعد منها ظرف زائد مضاف اليه، فهذا نعت شبه الجملة يا مستر. او يجي عندي جر ومجرور يا مستر بس بيسبقه اهم حاجه، اهم حاجه النكره، هقول عليه نعت شبه جمله، رايت طبيبا طبيبا نكره جر وبعد كده مجرور، فهذا نعت شبه جمله يا مستر. تعالى تدريبات على اللي احنا قلناه دلوقتي. عين النعت وبين نوع والرابط ان وجد. الحياه مسرح كبير والناس فيها ممثلون بارعون. بص على الجملة الأولانية ديت، الحياة مسرح كبير، هتلاقي إن كلمة مسرح نكرة وبعد منها كلمة كبير نكرة. لما يكون عندي نكرة ونكرة والكلمة التانية بتصف الأولانية فعلى طول دوت نعت، ولأنه نعت كلمة واحدة يا مستر فهذا نعت مفرد. نعت مفرد ما بيجيش فيه رابط يربطه بما قبله. والناس فيها ممثلون بارعون، طبعا كلمة نكرة ممثلون جاي بعد منها وصف نكرة يا مستر، فبارعون نعت لكلمة ممثلون المنعوت، وهو نعت هنا مرفوع بالواو لأن ما قبله مرفوع، مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، نعت نوعه جمع مذكر سالم نوعه نعت مفرد. إن الله يحب العاملين المخلصين يا مستر، بس كده على الجملة دي. المخلصين كلمة معرفة قبل منها كلمة العاملين كلمة معرفة، وكلمة المخلصين بتصف كلمة العاملين، كلمة الأولانية معرفة التانية معرفة والتانية بتصف الأولانية، فدوت نعت وبيتكون من كلمة واحدة، يبقى مصر نعت مفرد طبعا منصوب بالياء. أعجبتني شجرة تثمر. بص على الجملة ديت، هتلاقي كلمة نكرة جاي بعد الكلمة النكرة دي فعل، نكرة بعد منها فعل، على طول تبقى أيوة نعت جملة فعلية يا مستر، نعت جملة فعلية. فين الرابط هنا يا مستر؟ ضمير مستتر تقديره هي، بيعود على الشجرة. التلميذ المتفوق يقدس العلم. اوعى تغلط وتقول ان يقدس العلم ده نعت جمله فعليه، غلط. ليه يا مصر؟ لان كلمه المتفوق قبل منه ها معرفه، فاوعى تقول عليه ده نعت جمله فعليه، لكن المتفوق هي اللي نعت كلمه التلميذ، لان التلميذ معرفه والمتفوق معرفه، والثانيه بتصف الاولانيه، المتفوق بيصف التلميذ، فده نعت بيتكون من كلمه واحده، فده نعت مفرد. تهتم مصر بالصناعه المطوره يا مستر، المطوره نعت لكلمه الصناعه، كلمة معرفة جايبة منها كلمة معرفة، نعت مفرد مجرور بالكسر. حول النعت المفرد إلى جملة والنعت الجملة إلى مفرد وغير ما يلزم. قرأت كتابا مفيدا يا مصر، النعت هنا مفرد نكرة جاي بعد منها نكرة والكلمة التانية بتصف الأولانية. عشان أحول النعت المفرد ده لنعت جملة، قال لك يا مصر لازم احدد انا هخليه جمله اسميه ولا فعليه. طبعا الاسهل بيبقى نعت الجمله الفعليه، ان انا يا مستر احول دي الى فعل، فاقوم قايل قرات كتابا ايوه يفيد، خليتها فعل يا مستر، يبقى فعل جاي قبل منه نكره، فده نعت جمله فعليه. طب يا مستر لو انا عاوز احوله الى نعت جمله اسميه، سهل يا مستر، اخلي كلمه مفيد دي احولها أضيف عليها كلمة عشان تبقى مبتدأ وخبر، فأقول مثلا قرأت كتابا أيوة أهو أفكاره مفيدة، ويا مستر جبت الضمير اللي بيعود على كلمة كتابا، ويا مستر أدي مبتدأ وأدي خبر، خليته نعت جملة اسمية. افتكر من دي اللي النعت الجملة لازم يسبقه معرفة، لازم يسبقه نكرة، آسف لازم يسبقه نكرة.
طب لو كان جابها لي معرفة أنا أحولها أنا لنكرة. الجملة التانية: لغتنا العربية لغة أصواتها واضحة. طبعا أنا عندي هنا العربية نعت، لكن أنا مش عاوزك تحول كلمة العربية ديت، أنا عاوزك تحول كلمة أصواتها واضحة النعت الجملة الإسمية ده، وده التركيز اللي عليه. هتاخد بالك اللي قبل منها نكرة يا مستر، عشان أحول النعت الجملة الإسمية دوت إلى نعت مفرد طبعا هخليه كلمة واحدة، لأن يا مستر النعت المفرد، افتكر كده، النعت المفرد بيبقى يا مستر كلمة واحدة. فأنا يا مستر عشان أخليه كلمة واحدة أشوف وصف مناسب لكلمة لغة من الجملة ديت وتبقى كلمة واحدة، فأقول لغتنا العربية لغة ها واضحة، بس كده يبقى أنا كده حلت. شاهدت فلاحين مجتهدين، يا مستر ده نعت مفرد، نكرة ونكرة والتانية التصف الأولانية. أخد بالي إن ديت نكرة أهم حاجة، عشان لو معرفة عاوز أخليه اللي بعد منها نعت جملة اسمية أو فعلية لازم تبقى نكرة، فهي جاية لي جاهزة هي نكرة. يا مستر أخد بالي إن مجتهدين دي يا مستر أخليها نعت جملة عن طريق اللي هنا أخليها فعل يجتهدون، أو لو أنا أخليها جملة اسمية أقول شاهدت فلاحين أقول اجتهادهم كبير، والهم ديت الضمير اللي بيعود على كلمة فلاحين. محمد صديقي يخلص الود نكرة جاي بعد منها فعل نعت جملة فعلية. عاوز أحول نعت الجملة الفعلية إلى نعت مفرد لازم أحوله لكلمة واحدة، فأقول محمد صديق مخلص، بقى نعت جملة، آسف، نعت مفرد من كلمة واحدة. أكمل. الكتاب جليس، طالب منك إن أنت تكمل بنعت جملة فعلية، يعني تجيب فعل بعد كلمة جليس، أي فعل بقى؟ هتقول مثلا الكتاب جليس، أيوة ممكن أقول يفيد، ممكن أقول الكتاب جليس يسعد صاحبه، أي مثال براحتك، أهم حاجة الفعل. نعت جملة اسمية صلاح الدين قائد، هجيب هنا مبتدأ وخبر. عشان تسهل على نفسك الأمر لازم طبعا تجيب في النعت الجملة الاسمية رابط بيعود على المنعوت. ببساطة كده وحط دي كده حلقة في ودانك، صف جزء في القائد، صف جزء في كلمة قائد هتعرف تجيب النعت الجملة الاسمية. فأقول مثلا صلاح الدين قائد، مثلا أقول مثلا شجاعته كبيرة، ماشي، جبت اسم في ضمير بيعود على كلمة قائد النكرة اللي قبل منه، وبعد منها خبر مبتدأ وخبر، يبقى ده يا مستر نعت جملة اسمية. افتكر اللي انا وصفت جزء في كلمة قائد عرفت ببساطة اجيب نعت الجملة الاسمية. طبعا ممكن اجيبه بصورة تانية عن طريق ان انا اجيب له ضمير منفصل وبعد منه اسم، اقول صلاح الدين قائد هو مثلا محرر الاقصى. القرآن كتاب، عاوز نعت جملة اسمية، نعت جملة فعلية، آسف، يا مستر الكتاب كتاب، القرآن كتاب، هات فعل بيصف كلمة كتاب، أقول القرآن كتاب مثلا نزل من عند الله، أو لو أنت عاوز تبسطها على نفسك تقول القرآن كتاب يفيد الإنسان وخلاص. أبصرت طائرا، نعت شبه جملة، يا إما هجيب ظرف وبعد منه جار ومجرور، أو يا مستر ظرف بعد منه مضاف إليه، أو يا مستر هجيب جار وبعد منه مجرور. هتقول أبصرت طائرا في الحديقة، جار ومجرور هوت يا مستر، أو أقول مثلا أبصرت طائرا فوق الشجرة، الاتنين صح. اجعل الخبر نعتا في الجملة ثم أتم الجملة بخبر من عندك. الشمس ساطع مبتدأ وخبر، عاوز أخلي الخبر دوت نعت وبعد كده أكمل الجملة أنت بخبر من عندك. يا مصر أخد بالي إن أنا عاوز أخلي ساطعة نعت للشمس، أخد بس بالي من حتة إيه يا مستر؟ إن دي معرفة ودي نكرة، فعشان أتناسبها وتبقى نعت هقول الشمس، أيوة أخليها معرفة زيها صح، الساطعة، واجيب خبر من عندي مثلا جميلة. عملت ايه يا مستر؟
لأن خليت دي معرفة حتى تناسب ما قبلها، والتانية بتصف الأولانية فبقت نعت مفرد. الوردة فواحة الرائحة، أقول مثلا هجيب أنا هنا كلمة فواحة أجعلها نعت للوردة وهي معرفة، يبقى أنا عاوز أخلي كلمة فواحة معرفة، فأقول يا مستر الوردة الفواحة جميلة، خليتها يا مستر معرفة مثل ما قبلها. الكتاب مفيد، عاوز أجعل كلمة مفيد نعت، أقول أيوة خليها معرفة زي اللي قبلها، الكتاب المفيد مثلا رائع، رائع دي الخبر، مستر المفيد دي نعت لكلمة الكتاب، خليتها معرفة زيها، والكلمة التانية بتصف الأولانية فأصبحت نعت لكلمة الكتاب. السيارة جديدة يا مستر، أضيفها خليها معرفة مناسبة ليها، أقول السيارة الجديدة، أي حاجة بقى، أقول مثلا رائعة أو سريعة زي ما أنا عايز. اعرب ما تحته خط. طبعا احنا جايبين لك السؤال ده في الاخر لانه غايه في الاهميه، لان بنعلمك ازاي تعرب النعت الجمله وبتعرب النعت الشبه جمله، لانه طبعا بيختلف اعرابهم كتير عن اعراب النعت المفرد. فانا عندي هنا بلبل صوته عذب، اطربني بلبل صوته عذب، يا مستر اسمي في ضمير بيعود على ما قبله، ما قبله نكره، ودي جمله اسميه، نعت جمله اسميه على طول. بس تاخد بالك اللي انا بقول لك اعرب وشديد لخط على الاثنين، ازاي اعرب النعت الجمله الاسميه مع بعض يا مستر؟ طبعا اعرابه ان ده مبتدا وده خبر للمبتدا، ايوه مبتدا وخبر عادي، لكن انا عاوزك تعرب الاثنين مع بعض. لما تيجي تعرب النعت الجمله الاسميه او النعت الجمله الفعليه او النعت شبه جمله حتى، هتبدا كده كلامك ان انت تقول الاتي: الجمله الاسميه، احفظ الكلام ده وركز فيه، الجمله الاسميه في محل نقط نعت. نقط نعت دي الكلمة اللي هكتبها هنا هو دي بتعود على ما قبلها في حالتها الإعرابية. تعال نعرب كلمة بلبل كده. قلنا في الدروس السابقة اللي انت لما يجي لك فعل، الفعل ده في ياء المتكلم اللي بيأتي بعد منه على طول فاعل، مين اللي عمل الطرب؟ مين اللي سبب الطرب والسعادة بسبب الصوت الجميل؟ مين اللي سبب السعادة؟ البلبل، فهو فاعل والفعل بيبقى مرفوع. تقوم انت بقى أخذ الحالة دي ومديها للنعت الجملة الإسمية، فتقول الجملة الإسمية في محل رفع نعت. افتكر دي تاني، لما تيجي تعرب النعت الجملة ما بتقولش نعت جملة اسمية مرفوع بالضمة ولا الكلام ده، لا، ده انت بتقول الجملة الاسمية في محل، في محل ايه يا مستر؟ ابص على اللي قبلها هلاقيها يا اما في محل رفع، يا اما في محل نصب، يا اما في محل جر، ابص على اللي قبل منها واخد الحالة المناسبة ليها. في محل هنا لان قبل منها فعل مرفوع يبقى دي في محل رفع نعت. طب لو منها مثلا قبل منها مفعول به يبقى في محل نصب مفعول نعت. لو قبل منها مثلا اسم مجرور اقول في محل جر نعت. ابصرت نجما في السماء، ايوه جر ومجرور، بس انا عاوز شبه الجمله مع بعض. اقوم قايل ها نحفظ الحته دي، شبه الجمل في محل نقط نعت، واسال نفسي اللي قبلها نجما مفعول به منصوب بالفتحة يعني في حالة نصب، أقوم قايل في محل النصب نعت. أبسطت طائرا يحلق في الجو، طبعا أنا عارف إن دي إعرابها فعل مضارع مرفوع بالضمة، لكن أنا عاوزك تتعلم إعراب النعت الجملة. هتقوم قايل الجملة الفعلية ها في محل ثابتة ما بتتغيرش ديت، وأكتب هنا كلمة نعت واستنى في محل إيه؟ طائر أبصرته. هنا المفترض نحط كلمة التنوين عشان علامة النصب، أبصرت طائرا يحلق في الجو، يا مستر مفعول به يبقى في محل نصب عشان ما قبل مفعول به نصب نعت. طبعا انت ما بتعربش في القطعة الكلام ده الا لما يطلب منك. ازاي يا مستر؟ لما يطلب منك يقول لك في الامتحان استخرج نعت جملة واعربه، استخرج نعت جملة وعيبه، يعني انت لازم تقول كده الجملة الاسمية في محل رفع نعت، نصب نعت، جر نعت كده، او شبه الجملة في محل رفع نعت او نصب نعت لما اقول لك واعربه. لكن في القطعة
لو انا شدد لك خط على كلمه يحلق في القطعه وبقول لك اعرب ما تحتها خط في القطعه، في الحاله دي هتقول الفعل المضارع مرفوع بالضمه عادي خالص. ومن امتى يا مستر اقول الجمله الفعليه في محل نصب نعت؟ لما اطلب منك نعت جمله نعت جمله او نعت شبه جمله واقول لك اعربه، فتقوم انت قايل لي في محل كذا نعت. طبعا العاملات هنا يا مستر نعت مفرد بياخذ اعراب ما قبله، بس تاخد بالك من النقطه ان انت لما تيجي هنا تقول نعت هتاخد بالك ان سيدات احترمت تاء الفاعل انا السيدات مفعول به، العاملات برضو نعت منصوب لانه زي ما قبل مفعول به بس ده جمع مؤنث سالم، يفتكر ان هو بينصب بالكسره. شرحنا لكم دلوقتي درس النعت كله انواعه الثلاثه. درس النعت مهم جدا، هيجي لنا بعد كده درس الحال، لازم تكون عارف الفرق بين النعت الجمله والحال الجمله، النعت شبه جمله والحال شبه جمله. عشان كده ان شاء الله لما ننزل لكم درس الحال حاول تراجع درس النعت تاني عشان تعرف الفرق بين الاثنين وازاي تحل الاسئله على كل درس منهم في الامتحان. لو في اي تعليقات في اي استفسارات اكتبها لنا في التعليقات وهرد عليك ان شاء الله. حل التدريبات اللي هنزلها لك اضافيه على درس النعت، مهم جدا دروس النحو اللي انت تحل عليها عشان لو في اي حاجه فايتاك. كان معاكم المستر احمد قاصد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.